بكل اللي انضموا لمتابعه برنامج العياده. حلقتنا الليله حلقه مميزه باذن الله، واحنا بنتكلم عن اكثر المناطق حساسيه. احنا بنتكلم عن المخ والاعصاب، وفي المخ والاعصاب اللي احنا هنتكلم عن جراحات المخ والاعصاب. كثير مننا بصراحه بخاف من اي جراحه بصوره عامه، فما بالك لو الجراحه كانت في المخ، حته حساسه جدا. كثير بيخاف فيما بعد العمليه انه ما يرجع تاني، او يكون في غيبوبه، او تكون في مشكله او كده. فنحن دارين نطمن الناس انه جراحه المخ والاعصاب في السودان ازدهرت، وخبرات كثيره ودكاتره كتار تخصصوا في المخ والاعصاب، وبقت من الجراحات اللي عندها نتائج كويسه جدا يعني. فانا سعيده جدا الليله انه دكتور احمد زيدان احمد، اخصائي جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، زميل كليه الملكيه للجراحات العامه وجراحه المخ والاعصاب. دكتور احمد زيدان احمد يعمل في مستشفى التميز والمعلم رويال كير وطغى في ام درمان. مرحبا بك دكتور احمد، واحنا سعيدين جدا وسعيدين كمان بتخصصك. الله يبارك فيك. جراحة مميزة جدا وقد تكون مخيفة في البداية يعني، وتخصصات من التخصصات الدقيقة، وانتو ذاتكم عددكم بسيط في السودان يا دكتور. ايوه، جراحة المخ والاعصاب فعلا هي من الجراحات الدقيقة. نعم. وهي في السودان بدأت من بدري. ايوه، من بدري في السودان. العدد بتاع الجراحين بسيط، ما كثير. افتكر انه ماشي في تطور وماشي في ازدهار شديد جدا جدا. نعم. ايوه. والعدد حقكم ماشي في زياده. افتكر. والعدد ماشي في زياده. ايوه. نعم. أيوة. طيب يا دكتور، ناس كثيره لانه التخصص احنا باعتباره انه العدد ناسه بسيطين، وفي كثير من الناس ما بتعرف بتين تمشي لجراحه المخ والاعصاب، بتين تمشي للجراح بتاع المخ والاعصاب. طبعا احنا عندنا المخ والاعصاب دي، في ناس في الباطنيه متخصصين مخ والاعصاب، وفي ناس في الجراحه متخصصين مخ والاعصاب. احنا حلقتنا الليله عن جراحات المخ والاعصاب، يعني باختصار عن العمليات اللي بتتم في المخ والاعصاب والعمود الفقري طبعا اكيد. فدارين نعرف من هم الناس اللي بيجوكم في العيادات، من هم؟ الحالات المتكرره علينا في عياده جراحه المخ والاعصاب كلها يعني بنبدا مثلا من الاطفال الصغار. عندنا في الاطفال في اكثر الحالات اللي هي الحالات بتاعت الاستصغاء بتاعت الدماغ والفتحه اللي بتكون في الظهر. ايوه. فدي من اكثر الحالات اللي احنا بتواجهنا في العيادات. وبرضه في الأورام بتاعت الدماغ برضه من الحالات الكثيرة اللي قاعدة تواجهنا. نعم. وبرضه عندنا في العمود الفقري الغضاريف والأورام بتاعت الغضاريف برضه من الحالات برضه الكثيرة اللي قاعدة تواجهنا في الحياة اليومية. والحوادث. أيوة. اللي هي الكسور بتاعت الرأس والأنزفة برضه دي من الحالات برضه اليومية. أيوة. في الديلي ويرك اللي هي بتجري. ايوه. طيب احنا معناتها هنتكلم عن المحاور اللي انت ذكرتها، انت اتكلمت عن انه جراحات عديده ومن اشهرها الاطفال اللي بيكون عندهم استصغاء او المويه في الراس. دين هنبدا بهم حديثنا، ودين نعرف انه هم هل هم نسبه كبيره بيجوكم او لا، في اسباب معينه بتخلي يعني لا سمح الله انه الاطفال يولدوا بالمويه حقت الراس دي، دارين نتعرف عليها. وهم بيجوكم من يات عمر، والعمليات بتتم كيف وهم اطفال صغار يا دوب رضع يا دكتور؟ تكلم لنا شرح وافي وكافي في النقطه دي. اوكي. طبعا هي بتبدا من السيده لما تكون حامل، دائما بتيجي في الشهر الثالث والشهر الرابع الحمل. يا الله. كويس. طبعا بتكتشف طبعا اللي هي باخواننا سنس والتوليد، اللي هي دائما في الموجات الصوتيه. بيقدروا يتعرفوا عليها. فهي دي طبعا دايره زي ما بيقولوا متابعه دوريه، انه ده المتابعه الدوريه بتاعت السيده تكون متابعه مع الاخصائي بتاعها بتاع النسوه والولاده بطريقه شهريه ومنتظمه، وتكون دايما بتاخد في الفوليك اسيد. بيقول انه الاستصغاء في الدماغ والفتحات بتاع الظهر دايما بتكون متعلقه بالفوليك اسيد. أيوة. لما المراه ما تتعاطى الفوليك اسيد. ايوه. فدي اكثر الحياه دي رساله مهمه انت بتوجهها دكتور لكل النساء
المتزوجات قبل فتره الحمل واثناء فتره الحمل. يا اخواننا حبوب الفوليك اسيد حبوب بسيطه وبلعها سهل وهي رخيصه. الرجاء انه الناس تكون حريصه على اخذها قبل ما نحن نشوف انه دكتور يقول لو قل الفوليك اسيد ممكن الحالات تبقى زي الحالات اللي احنا هنشوفها وهيتكلم عنها دكتور احمد. ايوه, أيوة برضه في جزء من الحالات بتكون حالات جينيه ايوه كويس. برضه جزء من الحالات بيكون مثلا لما الام تكون مثلا عندها سكري وبتتعاطى الحبوب مثلا بتاعت السكري مرات دي بتاثر على الجنين, او يكون عندها مشاكل صحيه ثانيه زي مثلا يكون عندها مرض الصرعه تاخذ في الحبوب تاثر على الجنين. دي كلها حاجات ممكن تاثر عليه انه يطلع بين عنده الاستزغة في الدماغ. ايوه نعم ايوه اسباب عديده على الاستزغة في الدماغ. اسباب عديده طيب دكتور انت قلت انه دكتور النساء والولاده بيعرفها من الشهر الثالث والرابع. هل انتوا بيتم استدعاكم مبكرا بالخبر انه المريضه دي هتجيكم لقدام او كده ولا بعد ما تولد؟ لا 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 بعد ما يلو بعد ما تولد. ايوه نعم ما عندنا الحاجه دي, ما عندنا الحاجه بتاعت الجوينت من من البدايه انه لما عمولي موجات والعارف انه عنده مثلا استزغة في الدماغ او عنده عيوب خلقيه ثانيه في الراس. نعم ما بيتم الاستدعاء بتاعنا الا بعد الطفل ما يلدوه, حتى بعد ذاك بيجيبوا لنا. نعم دي اكثر المشاكل اللي احنا فعلا بتواجهها. هل من بدري المفروض يتم اختاركم؟ ممكن ان احنا طبعا هنا 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 في السودان ما عندنا حاجه مثلا نعملها له وهو داخل بطن امه يعني الا بعد ما يطلع. أيوة. لكن برا بالتطور بتاع جراحات المخ والاعصاب ممكن يعملوا له الحاجات دي هو داخل البطن. ايوه في الشهر في الويك ال 27 أيوة. ممكن يتم التدخل في الحالة دي. أيوة. نعم طيب يا دكتور هل الأم في الحالات دي عادة بتكون بتولد طبيعيا ولا بتولد قيصري؟ يعني انتم بتكون عارفين عنها ان هي ولدت بيتو طريقة. أيوة يعني في جزء منهم بيولد طبيعي وفي جزء بيولد قيصري. في جزء بيولد طبيعي في جزء بيولد قيصري. نعم طيب دوركم انتم في التدخل بتاع الأطفال اللي عندهم استزغة بيبدأ من الطفل يكون عمره كم؟ واحنا في صور مصاحبه هيتم عرضها يعني ما احنا بس كل الناس بعض مرات في صور بتكون صعبه شويه كده انه للنظر وللعين يعني احنا بنتاسف ولكن احنا دايرين نوضح يعني مدى اهميه الحاجات دي. فممكن تعلق لنا على الصوره دي صوره بتاع الطفل. ايوه عنده حاجه اسمها انكفالوسيل, ده جزء من الدماغ كويس في التطور بتاع الدماغ بيطلع برا كويس وبكون أيوة. محاط بأقشار الدماغ خارج نطاق الدماغ. خارج نطاق الدماغ ايوه نعم ده جزء من الحالات بيجي كده برضه. نعم. دي برضه كلها جزء من العيوب يا سلام الخلقيه بتاعت الدماغ. طبعا حاجه صعبه جدا على الام وعلى الاسره يعني. ايوه طيب يا دكتور ده شنو ده؟ دي صوره الطفل اللي لسه ذاته. ايوه نعم دي الصورة اللي وزعته بيتم تشخيص عن طريق بتم تشخيصها أيوة. سريريا أيوة. هو انك تشوف الطفل وتكشف عليه ايوه وبالدعيمه بالصوره التشخيصيه اللي هي الصوره المقطعيه والصوره الرنين. نعم تعليق على الصوره دي برضه ايوه ده برضه طفل من الاطفال ايوه عند جزء من الدماغ خارج ايوه خارج نطاق الجمجمه ومحاط أيوة. برضه بالكيس باللخشه النخاعيه ومعاه سائل نعم السائل الدماغي وسائل الدماغي. نعم طيب يا دكتور اوصف لنا كده انه هو بيكون في شنو داخل المخ يعني التجمع الزايد للسوائل يعني احنا دايرين نعرف بالضبط اللي بيحصل شنو وانه في اعراض بيجي بها الطفل يعني مثلا محدده في الوقت ده الطفل هل بيقدر يشرب عادي يرضع عادي يكون طفل طبيعي ولا انتوا بتستعجلوا في العلاج عشان يرجع يكون طفل طبيعي؟ اللي بيحصل شنو بعد العلاج بعد مرحله العلاج ذاته؟ هل بيرجع طبيعي 100% ولا في حالات مختلفه وفي درجات مختلفه من الاطفال اللي بيكون عندهم مويه في الراس ده؟ ايوه في طبعا في درجات مختلفه وعلى حسب ذاته. دكتور احنا معانا بس اتصال نسمع له ونرجع لك ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا بس علي لنا صوتك شويه. بس الاخوه في الكنترول احنا حقيقه ما سامعين المكالمه ويا ريت نقدر نسمع بصوره اوضح. سؤالك للدكتور احمد زيدان.
طيب يا ريت لو رجحتي وعاودتي الاتصال ثاني الاخت اللي كانت في الاتصال، يا ريت لو رجحتي لنا مره ثانيه، ونحن منتظرينك انا ودكتور احمد زيدان لاي استفسار. طيب يا دكتور نرجع ثاني، حاله الطفل، اتولد الطفل بحاله زي دي، دارين نعرف انه الام المفروض تجيبوا لكم بيتين، وانتوا دوركم شنو؟ وهل ممكن يتعالج من غير تدخل جراحي ولا لا؟ اوكي. طبعا في ناس بيتاخروا في انه يجيبوا الاطفال، وفي ناس بيجيبوه بدري، مجرد ما المرأة تلد الطفل بيجيبوه لنا. في ناس بيجيبوهم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني، وفي ناس بيجيبوهم بعد شهور بعد الطفل، تلقى راسه بيها كبير جدا جدا زي ما هسه في صوره حنعرضها ان شاء الله. فهو مجرد ما يجيبوه، وطبعا لو جابوه في اليوم الاول كويس طوالي، بنشوفه بنكشف عليه وبنشوف حالته وبنعمل له الصور اللازمه. نعم. والتدخل الجراحي بيكون طوالي، يعني لو بقى عنده استزغه في الدماغ اللي هي بيسموها المويه في الراس، لو بقى زادت لازم تعمل التدخل، يكون بدري as soon as possible، حتى لحد مثلا يعني كل يوم هو بيمشي الراس بيكبر زياده. يا سلام. عشان كده لازم التدخل يكون بدري وسريع. طيب اي ام لا قدر الله انه عندها طفلها مصاب بحاجه زي دي، طبعا ده اختبار من ربنا عظيم، وان شاء الله ربنا يقدرها ويعافيه ليها، لكل الامهات اللي اولادهم عندهم استصغه يا رب العالمين. طيب يا دكتور سؤال، اي ام انه طفلي ده عمره يوم او يومين، انت هتعمل لك جراحه كيف، والبنك هيكون كيف، وهتفتحوا راسه ولا هتعملوا ليش شنو؟ يعني اسئله عديده. ايوه فعلا فعلا. فهو الاستصغه في الدماغ ده بيعملوا له عمليه اسمها تركيب صمام، اللي هي بتكون في فتحه صغيره في الراس بتتعمل بير هول صغيره جدا جدا، بتدخل فيها قسطره وبتعمل برضه عندنا صوره يا دكتور. أيوة. ده اللي طفل موش. ايوه دي نفس الحاجه، مش ملاحظه؟ ايوه انه الراس بيكون كبير. صح. كويس. ده طبعا ده هسه ده عمره يا داب بيكون زي شهرين. أيوة. ما اكثر من كده، لكن أيوة. ملاحظه الراس ما ماشي ما متناسق مع صح العمر بتاع البيبي، الراس كبير جدا جدا. ففي أيوة. هذه ففي الحاله دي بيتعامل يا هو الصمام، والصمام عشان يخفض الضغط بتاع الراس ونقص الراس شويه. ايوه تمام. نعم. بيكون عن طريق قسطره بتدخل في الدماغ، والقسطره الثانيه التحتانيه بتكون في البطن. في البطن. ايوه عشان تجيب المويه من السائل النخاعي تفرغ تنقص أيوة. الضغط بتاع الراس. نعم. ايوه يعني العمليه ما فيها خطوره كده، وما عمليه صعبه كل العمليه يعني. والله نحن ما بنقول ما فيها خطوره. أيوة. اي عمليه يعني فيها كده وكده، بفوائدها وبمحاسنها، لكن هي العمليه لازم تتعمل، ولا لو ما اتعملت كل يوم الراس بيكون ماشي في زياده. اها نعم. أيوة. بعد التدخل الجراحي الاول ده بتحتاج انه ثاني يحصل تدخل جراحي، ولا بيستمر الطفل في الحالة؟ يلا لو التدخل الجراحي الاول اتعمل بطريقه كويسه، ثاني ما اظن يحتاج لتدخل ثاني. اللهم مرات بتحصل مشاكل، انه الصمام ده ذاته عنده مشاكل، مرات يا هو بيحصل فيه التهاب او بيتقفل، او مرات ما بيشتغل بنفس الكفاءه الاولى. الطفل في المراحل زي دي بيحتاج انه الصمام ده يتراجع. نعم. فدي هنا نقطة مهمة جدا جدا، هي مجرد ما تحصل انه مثلا الصمام اتقفل، بتلقى دائما يعني الام نحن بننبهها، يعني بعد ما نعمل العملية بنقول لها يا اخي النافوخ الفوق ده لما يكون كله ما يكون نازل كويس، تتأكد انه الصمام شغال كويس. تمام. فهي مجرد ما الطفل مثلا يعني يحصل له اي مشكلة، او الصمام اتقفل، او كان عنده التهاب وعمل له مشكله في الصمام والتهاب، طوالي بتقوم شنو؟ بيقوم النافوخ بيقوم بينتفخ وبيبقى عالي مادي لفوق. ففي الحاله دي هي براها بتعرف انه يا اخي الطفل ده ما ماشي كويس. ايوه. هاي. نعم. بعد ذاك ثاني غير الاعراض الثانيه بتاع زياره ضغط الراس اللي هي بيجيك برضه استفراغ واحيانا تشنجات، دي الحاجات دي كلها بتوريك انه الصمام ماشي انه شنو؟ ما شغال كويس. نعم. لكن عموما يعني الاطفال اللي بتركب لهم الصمام يعني امورهم بتكون كويسه وبيمشوا كويسين، حتى يبان اللي قدام يعني في ممكن يخشوا المدارس ويخشوا الجامعات واي حاجه. ايوه يعني ما بياثر على القدرات الاستيعابيه. القدرات الاستيعابيه ما بياثر على القدرات الاستيعابيه، اللهم دي بتعتمد على حسب قبل العمليه المشكله بتاعت العيوب الخلقيه اللي عنده في الدماغ. ايوه. لكن لو كان عنده كميه
معقوله من الـ من الـ من الـ من البرين تيشو، وكان بس هو نتيجه لقفله من واحد من من التصريفات بتاعت السائل النخاعي. ايوه دي بتعتمد بس على الصمام، بعد الصمام يتركب ممكن يواصل حياته عادي. نعم هاي. طبعا بننصحهم انهم يتابعوا معكم من فتره لاخر من فتره لاخر، عشان في متابعات فعلا لازم تكون في متابعه. أيوة دوليه للحاله. ايوه صح هاي. لان في ناس بيفتكروا انه والله جرح المخ والاعصاب ده انا امشي له مره بس كده اعمل العمليه ومفروض ما اتابعها ثاني، لكن دي من الحالات المهمه جدا للمتابعه. انا بفتكر أيوة متابعه جديده بالذات في الحالات بتاعت الاطفال. نعم. والصمامات. أيوة. الحاجات دي لابد انه متابعات دوريه جدا. نعم المفروض برضه يكون في التصاق يعني، او يكون في اتصال ما بينكم وما بين دكاتره المخ والاعصاب في الباطنيه، هل بيتم التعاون؟ أيوة. ده بصراحه ولا أيوة. ما بيتم؟ لا لا فعلا 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 احنا عندنا يعني الجوين تيم، ده بنسميه الجوين تيم، ده اهم أيوة. حاجه يعني هسه بيننا وبين ناس الاطفال، بيننا وبين ناس الباطنيه، بيننا وبين ناس صح ايفن يعني كل الديسيبلين الثانيه يعني لا بد من الحاجه دي، وبيزار ناس العلاج الطبيعي يعني برضه من الناس الكثيرين اللي احنا بنتعامل معاهم. صح. ايوه النجاح بيكون في التيم انا بفتكر. ايوه ده حاجه مهمه جدا، الواحد براه ما بيقدر يعمل حاجه. ايوه يعني صح. يعني هسه زي مثلا الاطفال زي ديل زي ما عرفنا صوره مسه. أيوة. اللي هو بيكون عنده الاستصغاء وبيكون عنده الفتحه في الظهر، ديل بعد ما نعمل لهم العمليه بيحتاجوا لحاجه اسمها يعني يمشوا لناس الفيزيوثيرابي بالريهاب سنتر. ايوه يعني لازم يمشوا يعملوا لهم باقي حياتهم الثانيه، ممكن يمشوا لناس برضه العظام. ليه؟ لانه بيكون عندهم مشاكل في الرجلين، بيكون عندهم يعني عيوب خلقيه برضه معاها في الرجلين. نعم. يحتاجوا انه يصلحوها لهم يعني الحاجه لازم يكون فيها جوينت. أيوة. ولازم صح. تكون في يعني تداخل من جميع الجراحات مع بعض. ده كلام مهم جدا يا دكتور. وطيب احنا هنتكلم عن الحالات زي ما انت ذكرت الاكثر ترددا في العيادات، صعب جدا احنا نختصر كل الناس اللي ممكن يجوكم في العياده او كل الناس اللي انتم بتقوموا بعلاجهم. انت ذكرتها بدينا بالاطفال وبدينا بالاستصغاء حق الراس، وان شاء الله مع المتابعه ومع العمليات بتحسن كثير الاطفال وممكن يمشي دراستهم زي ما قال الدكتور. بس يا ريت كل الامهات حتى اللي بيعرفوا بدري اثناء الحمل انه يكون عندهم بلان انه اول ما يوضعوا بالسلامه انه يتوجهوا لطبيب جراحه المخ والاعصاب في اقرب عمليه عشان ما يحصل تلف لانسجه المخ زي ما ذكر دكتور احمد زيدان. طيب يا دكتور احنا دي من الحالات المهمه جدا، وعندنا حالات ثانيه مهمه جدا بتستدعى التدخل الجراحي للمخ والاعصاب وهي حاله النزيف. كثير من الناس بتكون في شغله قاعده في عرس مع اصحابهم فجاه يغمى عليه وحصل نزيف في المخ. مشكلة بتكون الناس ما مستعدة لها وما عارفة تتوجه لوين وما عارفة انه العلاج بيكون كيف. فنتكلم عن حالات النزيف، وتفضل يا دكتور. حالات النزيف بتاعت الدماغ هي برضو من الحالات الكثيرة اللي احنا بنواجهها في شغلنا اليومي. فهي النزيف طبعا برضو انواع، يعني النزيف تحت الاغشية، ونزيف داخل الدماغ، ونزيف داخل التجاويف. كويس. النزيف تحت الاغشيه هو من اكثر النزيف ان احنا في الناس الكبار دائما بيتواجهوا، انه الزول بيكون اتعرض يعني لحادث او لضربه قديمه في الدماغ وما جايب لي خبر. حتى ايفن مثلا في البيت لو اتزلق او وقع، يقول لك قبل 3 شهور كان وقعت او اتضربت في راسي. يعني دي لازم الزول يكون عنده يعني انه اثار بتاع الضربه قديمه في الراس. ايوه دي يعني دي اكثر حاجه بتجيبها. الناس بتستهون بها كثير، الناس بتستهون بها كثير بالذات الناس الكبار. أيوة. لانه اصلا بيكون في ضمور في خلايا المخ بالذات في الناس الكبار. ايوه هاي دي الحاجه، ده اكثر سبب من الاسباب اللي هو بيجيب لنا النزيف تحت الاغشيه. ايوه بعدين برضه في ناس الواحد تلقاه عنده ضغط وسكري وبيستعمل حبوب الاسبرين. حبوب الاسبرين هي مهمه، ما فيها مشكله، لكن بنفس الوقت خطره. ايوه يعني احنا هنرجع لحكايه حبوب الاسبرين ونشوف. أيوة. خطورتها شنو في النزيف بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. دكتوره عمر وديك ازيك؟ اهلا مرحبا بك. وعليكم السلام والرحمه. معاك الهر جمال. اهلا مرحبا بك ومرحبا باتصالك، احنا سعيدين جدا باتصالك. اتفضل. الله يبارك فيك يا دكتوره. اهلا مرحبا. انا دكتوره مريض من 2011. ايوه من 2011. ايوه من 2011. نعم. شهر تسعة. نعم. بعدين اتضح انه في التهاب في العصب.
التهاب في العصب. في 2016 عملوا صور، عملوا صور للراس، اكتشفوا انه في كيس في مؤخره الراس. ايوه كيس في مؤخره الراس، نعم. اها. قمت عملت عمليه في الهند، استحصلوا الكيس. استحصلوا الكيس، ولكن الحاله يعني زي ما هي، يعني عدم حركه، مشاكل في الاخراج، انسداد مستديم، مشاكل في البول، يعني نفس الحاله يعني من حصلت من 2009 يعني لها سنتين معي يعني. طيب دكتور احمد زيدان، عنده لك اسئله، بس خليك معانا ومزيد من الاسئله يا دكتور. عندك اسئله له للمتصل؟ تفضل. طيب الاعراض اللي كنت بتشكي منها من البدايه شنو؟ الاعراض اللي كنت بشكي منها تنميل وتخدير في الكرعين. بس تنميل وتخدير في الرجلين؟ تنميل وتخدير في الكرعين، وجع في الظهر، وجع في مؤخره الظهر، وجع في نص الظهر. ايوه. طيب التحكم في البول والفصحى كيف كان؟ كان فيه مشاكل، التحكم في البول كان فيه مشاكل. كان شنو؟ كان فيه مشاكل. كان فيه مشاكل. بعد العملية فيه مشاكل لسه. نعم. وطيب قال لك بس في كيس في مؤخرة، في المؤخرة بتاعت الدماغ؟ الكيس كان في المؤخرة مع بداية السلسلة الصغيرة. ايوه 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 ايوه. عملوا عملية واستعصوا الكيس. ايوه. نعم. سؤالك واضح للدكتور، انه ليه ما حصل تحسن حتى بعد العمليه؟ ليه ما حصل تحسن؟ والله لا الان يعني ما في عدم حركه، ما بقدر اجيب براي. وبعدين الانسداد مستديم معي يعني. تمام، احنا نسال الدكتور عن كل الاسباب دي وليه ما حصل تحسن حتى بعد العمليه، وخليك معانا ان شاء الله هتلقى اجابه من الدكتور احمد زيدان. بعد العمليه الحال اللي عنده هو شنو بالضبط يا دكتور؟ نعم. ممكن ممكن يكون طبعا حاجات كثيره جدا جدا اللي يعني البصريه اللي بتحصل في الحته بتاعت مؤخره الكرانيوسيرفايك انجكشن اللي هي في مؤخره الراس. ايوه. يعني ممكن فعلا زي ما قال هو كيس، ممكن الكيس دي يكون جايبه انه تكون مثلا في نزول في اللوزه بتاعت المخيخ وضاغطه. أيوة. وعامل الاكياس بتاعت النخاع الشوكي دي. ايوه. ده برضه سبب كبير ممكن يكون عامل الحاجه دي. نعم. ممكن تكون برضه في اورام بسيطه. في غاية جمجمه صغيره برضه تكون قافله العنق وتكون عامله الكيس ده. اها. يعني احنا بنسميها سيرينكس. دي بصراحه يعني هي برضه بتعتمد على حسب يعني البروجريس بتاع الديزيز زي ما بقوله. انه التطور حق المرض ماشي كيف. يعني هو لو انتبه لها من بدري وعلى حسب ذاته هو البصري ذاته نوع شنو. احنا هسه بقول لنا كيس، احنا ما عارفين الكيس زي هو نوع من الاكياس. اي بالضبط، هو الحاجه الحاصله شنو، هو يكون مثلا ده فهمه كده انه كيس يعني ما معروف. لكن لو بقى انه هو الحاجه القصيده انها من مؤخره لحد بدايه السلسله كويس، ده ممكن يكون يعني مويه داخل النخاع كويس، ودي بتعمل مشاكل يعني في النخاع الشوكي ذات نفسه. النخاع الشوكي والخلايا بتاعت النخاع الشوكي وخلايا الراس من الخلايا طبعا ما بتتجدد. ايوه. يعني ربنا سبحانه وتعالى انه خالقها كده. يعني اي ضمور فيها ما بيرجع زي الاول. زي الاول. نعم. نعم. فانا بمشي وبجي وبقول له انه لازم احنا يعني نشوف الصور ونشوف فوزاته ونشوف الحاله شنو، نشوف النتيجه بتاعت العين هي طلعت شنو وموقعها كيف. يعني في امراض من الموقع بتاع انها بتعرف انه العيان ده ما بيتحسن. ايوه. نعم. آي. نعم. لانه في حياة حساسه مجرد ما تهبش وفي يعني زي ما بيقولوا النواه، مرات في حياة بدها تهبش ثاني بترجع. ايوه. نعم. التاثير بتاع احنا اكيد بنشكر على اتصاله. لو داير اي مقابله دكتور احمد زيدان، ما هو في موجود مشكلة. في مستشفى التميز ومستشفى المعلم ومستشفى رويال كير ومستشفى طوغا في ام درمان، ولو حبيت انك تشيل معانا كريت عشان تقابل الدكتور مجاني ما عندنا مشكله، ما بس حضورك يتم لقناه الشروق وتحضر كارت ان شاء الله. أيوة. طبعا احنا وحتى لو حبيت تواصل مع دكتورك الاول لمزيد من الاستفسارات، طبعا اكيد كل دكاتره المخ والاعصاب في السودان لهم التحيه وهم متميزين. دكتور احمد زيدان عندنا الكثير من الاسئله، بعد الفاصل ده نتكلم عن اخذ الاسبرين من غير اسباب بكميه كبيره، واسباب النزيف، كيف يتم علاج النزيف، هل في وقت محدد بعد العمليه بيرجع الزول كويس جدا ولا بتكون في مشكله؟ وعندنا كمان حاجات ثانية هنتكلم مع دكتور أحمد زيدان بعد الفاصل ونحن في جراحة المخ والأعصاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة وموضوع طبي مهم. الليلة بنتكلم عن جراحات المخ والأعصاب، جراحات حساسة ولكن بقت الحمد لله مزدهرة في السودان. الأطباء بقوا في زيادة وبقوا العدد ماشي لجراحين المخ والأعصاب في الزيادة، ودي بشارة خير. كثير من جراحات المخ والأعصاب جراحات حساسة، وإحنا بنتكلم عن عامل الزمن، فإحنا بننصح كثير من الناس المحتاجين تدخل جراحي في عدم السفر للخارج، لانه احنا عندنا كفاءات تستحق الاحترام وتستحق انه احنا نكسب عامل الزمن في انه احنا نتوجه لهم للعلاج، خصوصا فيما يخص بالنزيف وجلطات الدماغ. احنا دايما نتكلم الليله عن حكايه النزيف وعلاج النزيف جراحيا. ما هي اشهر الاسباب اللي بتؤدي الى نزيف المخ؟ كيف يتم التدخل الجراحي في ياتو زمن؟ النتائج بتكون كيف؟ وهل في مشاكل بعد الجراحه ولا لا؟ دكتور احمد زيدان هيتكلم لنا، اللي هو دكتور احمد زيدان احمد، اخصائي جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، يعمل بمستشفى التميز والمعلم رويال كير وتقاه في ام درمان. مرحبا بك يا دكتور احمد. الله يبارك فيك، يديك العافيه. النزيف اسباب مختلفه، وانت كنت بتتكلم عن اسباب منها، نعيدها ثاني الاسباب. ايوه، واحد من الاسباب انه قلنا يعني من الاسباب الاكثر سبب اللي بسبب النزيف انه اللي هي التعرض للشخص لضربات الراس، ده اكثر حاجات بتجيب النزيف. فبرضه واحد من الاسباب الثانيه اللي هو دائما الناس اللي بتكون عندها مشاكل زي الضغط والسكر بيكون بياخذ فاسبرين لفتره طويله، اقل ضربه في الراس برضه تعمل له المشاكل بتاعت النزيف. وفي ناس اللي بيكون عندهم مشاكل في القلب بيكونوا في حبوب اسمها الوارفارين، اللي هي دائما بتكون يعني لمده طويله، هي حبوب السيوله، برضه هم الناس المعرضين للحاجات دي. تمام؟ نعم. ايوه نعم. واحنا طبعا بنناشد كل الناس اللي بيبلعوا من غير سبب، يعني في كثير من الناس تقدر تلقاهم يا دكتور يومي بيبلعوا اسبرين، قد يكون من غير سبب او من غير هدف. يعني احنا لازم بمراجعه الطبيب يا اخواننا، ولانه اي دواء عنده اثاره الجانبيه لازم احنا ناخذ الادويه باستشاره الطبيب، ويا ريت ما ناخذ ادويه من اجل الوغايه والسلام. يعني في ناس أيوة. بياخذوا اسبرين من اجل الوغايه كده والسلام، من اجل الوغايه والسلام، كلامك صح. وفي ناس مجرد ما يكون عنده ضغط السكر يقول لك يا اخي انا حتى لو الدكتور ما كتب لي باخذ اسبرين، ليه؟ عشان هم اوتوماتيكلي عارفين من زمان انه يا اخي ضغط السكر الناس تاخذ اسبرين عشان ينشط الدوره الدمويه. أيوة. فهم من الحته دي بالطوارئ بيلقون بياخذوا اسبرين، والناس بياخذوا للصداع. أيوة. فهو الاسبرين خطر جدا جدا يا جماعه. اي ما زال ياخذوا من غير استشاره الطبيب. من غير استشاره الطبيب. نعم. طيب دي كلها اسباب متعدده بتؤدي الى النزيف، ضربات خفيفه. أيوة. ضربات وحوادث كثيره، دي كلها قد تكون من الاسباب اللي بتؤدي للنزيف، بلع الحبوب زي ما قلت، الاسبرين. أيوة. وغيره. بيجوكم أيوة. بشنو يا دكتور؟ وهم المفروض يصلوكم بتين، حتى التشخيص بياخذ زمن حد ما يعرفوا انه سبب النزيف، هل هو جلطه او نزيف. كلامك صح، مرات هسه زي النزيف اللي بقوله لك تحت الاغشيه الدماغيه، اللي هو من اكثر الانزفه اللي احنا بنتعرض لها. ممكن انا زول تلقيه مثلا ماشي برجلينه ما عنده اي مشكله، يقول لك تعرضت لحادث مثلا قبل 4 5 شهور. دكتور احمد احنا بس ناخذ تليفون ونرجع للنقطه دي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا بك، معانا منو؟ معكم احمد الحارث سليمان، تامل الثوره الحاره 76، مكتبه التامل الثقافيه. اهلا مرحبا بك يا احمد، تفضل تفضل يا احمد. التحية لك ولضيف الحلقة دكتور أحمد زيدان أحمد. أيوة نعم، تفضل يا أحمد. سؤالين، السؤال الأول، لا يزال المخ البشري يشكل لغز أمام الأطباء والعلماء في قدرته على الابتكار والإبداع والاكتشاف في أي لحظة، ولكن نعم. هذا اللغز المبهر قد يتوقف عن هذه القدرات فجأة إذا أصيب بأمراض فتاكة على رأسها الجلطة الدماغية. أيوة نعم. سلطان الضوء، وهل هناك إنذار مبكر لهذه الجلطة؟ السؤال الثاني هناك أسباب كثيرة لتغوط الظهر، أهمها سرعة النمو أو حدوث التهاب بالفقرات أو لين بالعظام أو الحوادث عموما، وأحيانا ضعف او شلل مجموعه العضلات يؤدي الى انحناء العمود الفقري. نعم. فما هي الخيارات العلميه الجديده لمصلحه مرضى العظام وجراحه المناظير
شكرا جزيلا احمد الحافظ في لمن تامل الثوره الحاره 76. شكرا لك، شكرا لك يا احمد، شكرا لك. واحنا من وقت للاخر متعودين على يعني تدخلك معنا بتلفونك المفيد والمهم. شكرا لك يا احمد، واسئله مهمه جدا ان شاء الله دكتور احمد زيدان يجاوب لك عليها. دكتور احمد، احمد المتصل بيسال هل في انذارات للزول قبل ما تجيه الجلطه؟ بس انت بتتكلم عن ضربات خفيفه وطفيفه، صعب والله انه زول بعديها طوال يتوجه للدكتور. صعب، هو هو اسوء اكثر حاجه من الحاجات اللي ممكن الزول بيكتشفها انه يقول لك وجع في الراس. يعني الوجع في الراس دائما بيكون الزول عنده صداع دائم ما بروح منه، ما دام الزول يكون عنده نزيف في الدماغ لابد انه يكون عنده وجع في الراس. لانه النزيف ده احتل مكان في الدماغ وعامل ضغط للدماغ، لازم الزول يحس بصداع. ده اول حاجات. بعد الصداع ممكن يحس بانه في جزء من جسمه مثلا يا الجزء اليميني الجزء الشمال انه ضعيف، يعني انه عنده صعوبه في الحركه. يعني دي اكثر الحاجات. مرات بيجوا بتشنجات، يعني الواحد ممكن يعني فجأة كده تحصل له تشنجات ويغمى عليه ويجيبوه في الحوادث بانه زول حصل له تشنجات، تعمل الصورة تلقى انه في نزيف. لكن اكتر الحاجات بيجي يقول لك في صداع وتقل في الراس، يعني دي اكتر الحاجات اللي بتجي، وضعف في جزء من اجزاء الجسم. نعم أيوة. عندنا صور يا دكتور ممكن تعلق لنا عليها؟ ايوه نعم. ده نزيف نتيجة لزيارة الضغط نعم. في جزء حساس في الدماغ ايوه اسمه الصلمس ايوه وعامل امتداد في التجاويف بتاعت الدماغ نعم ايوه. ده زي نوع الانزفه دي بتيجي نتيجه لافراط في الضغط، يعني مثلا الناس اللي بتكون ما منتظمه في اخذ العلاج بتاع الضغط ايوه، والناس برضه اللي بيكون عندها سكري ما منتظمين في الادويه كويس ايوه، فهذه انواع الانزفه بتجيهم. ده اسمه انتراسيريبرال هيموريد كويس، نزيف داخل الدماغ أيوة. وداخل التجاويف ايوه، زي ده بيتعمل له حاجه اسمها جهاز خارجي عشان يحاول يشفط لنا الدم بتاع التجاويف كويس نعم. اي وبقوم بعد ذاك تحت المراقبه أيوة. طيب دايما نتكلم عن العمليه ذات نفسها يعني بيحصل انتوا بتعملوا صور اشعه مخطئيه زي اللي احنا شفناها قبل شويه وبتتاكدوا انه في نزيف داخل المخ أيوة. قبل ما تعرض الزول للجراحه بيتم كيف؟ انتوا بتصلوا للحته كيف؟ بيتم الفتحه قدر كيف؟ يعني الزول لما اقول له انت هتدخل لعمليه بتاع جراحه مخ واعصاب هو اللي حوالينه بينزعج جدا، فكده طمنا العمليه بتتم كيف؟ والفتحه قدر كيف؟ والزول بيرجع لوعيه بعد كم يا دكتور؟ ايوه فعلا كلامك صح. يلا دي بتعتمد على زي ما قلت لك انه على حسب النوع بتاع النزيف، في النزيف تحت الاغشيه الدماغيه اللي هو اسمه الصبدورال صبدورال الهيماتوما، دي بيتم برضو بيتم تفريغها على حسب. لو كانت هي هو يعني النزيف له فتره طويله يعني اكثر من شهر ونص شهرين، بيكون النزيف بيكون يعني بقى حاجه اسمها يعني كرونيك ده ممكن انت بفتحات صغيره نعم. فتحتين صغيرونات تمرق النزيف ايوه كويس. ده لما يكون كرونيك مزمن. يعني لما يكون مزمن ايوه آي. في النزيف الحاد اللي بيكون نتيجه مثلا للناس مثلا اللي بياخذوا الاسبرين والوارفرين او الناس اللي بيجوا في حوادث، ده بسموه حاد، نزيف حاد، ده بيحتاج لحاجه اسمها عمليه بتاعت فتح راس أيوة. اللي هي بتشيل العظم وتفتح الاغشيه وتطلع النزيف وبعد ذاك ثاني بترجع العظم آه أيوة. يعني العمليات بتعتمد على حسب نوع النزيف كويس اذا كان حاد ولا اذا كان مزمن كويس، وعلى حسب الحته اللي هو موجود فيها والله طبعا يا دكتور حكايه ما سهله، هي ما سهله ودايره يد ماهره، يعني دايره مهاره أيوة محدده فعلا. في انه ذل. طيب بعد اجراء العمليه وبعد انكم تاخذوا النزيف ويطلع لخارج الراس، يعني النزيف ده بوجوده كان عامل ضغط لحتات محدده، كان عامل اعراض للعيان، قد يكون سبب في دخوله الغيبوبه، في تشنجاته، في صداع مزمن وكده، بعد كم بتروح الاعراض كانت موجوده، بعد كم بتحسن الزول؟ ودائما هل نسبه الشفاء والتحسن بعد عمليات المخ والاعصاب للنزيف بتكون الاغلبيه بتكون ناجحه؟ الاغلبيه بتكون ناجحه. يلا ده برضه بيعتمد على نوع النزيف زي ما قلنا، يا نعم. هو الشائع انه بيقول لي جلطات، الجلطات دي هي
هي الحاجه اللي اسمها الكرونيك سبدورال هيماتوما. دي هزول بيكون مثلا يعني اغلب الاحيان بيجيك ماشي بياكل عينه بيقول لك يا اخي عندي الجزء ده بس ضعيف ما قادر وعنده وجع راس وتقلى. نعمل الصوره يا هو بتكون في الصبدور الهيماتوما. صبدور الهيماتوما بيفتحوها بحاجه اسمها تربنه، بيرهول صغيرونه جدا جدا، فتحه صغيره بتدعمل وبتطلع بيها النزيف. اوتوماتيكيا يعني اثناء العمليه بتلقيه طوال حرك الجزء بتاع الجسم ما قادر يتحرك، حتى الصداع طوالي بيتحسن. يعني دي واحده من العمليات يعني الاوتكم بتاعها ممتاز جدا جدا ما شاء الله. يعني أيوة. دائما بيكون السرعه أيوة. السرعه دائما السرعه دائما ايوه ايوه, أيوة. نعم أيوة. حتى ممكن تكون اعراض عندهم اعراض في الشوف وفي النظر والحاجات دي برضه في الشوف والنظر ممكن تتحسن ممكن بزياره بتاع الضغط بتاع الراس ايوه ايوه برضه ممكن أيوة. بيتحسنوا جدا ايوه. طيب يا دكتور مختلف الاعمار بتدخل العمليه دي لو كان زول كبير؟ طيب ما هي دائما الحاجة دي دائما بتيجي في الناس الكبار، لأن أصلا فيكون في ضمور في خلايا المخ والضربة بتعمل شوية بتاعت مشاكل في الأوردة اللي هي بتمشي في سطح الدماغ أيوة. بين العظم وبين الدماغ نعم. فهي دي أكتر حاجة يعني أغلب الناس الفيديو ده اللي الناس الكبار الناس يعني الكبار مرض بتاع ناس كبار أيوة اللي هي بيحصل ده دائما كل الناس الكبار أيوة. طيب يا دكتور في وصايا مهمة أنتم بتدوها لزول بعد العملية، يعني زول عمل عملية زي دي وطلع منكم، هل في متابعة مستمرة؟ هل في وصايا مستمرة بعد العملية؟ نعم في متابعة مستمرة نعم كويس، لازم يجي في متابعة وواحدة من الحياة المهمة انه نقول له يعني شنو يعني ما تتعرض تاني مثلا لأي ضربات في الدماغ كويس. ان احنا بنخليه مثلا الصلاة عشان ما يحاول يدنقل ويضرب راسه، ونقول له مثلا خليك صلي في كرسي لفترة لا تغير عن 3 شهور ايوه. يعني حتى طبيعة عمله نشوفه، مثلا ناس كثيرة بكونوا مثلا يعني في أعمال شاقة، بنقول له يا أخي مثلا خلي العمل ده شوية لمدة شهر نص شهرين لحد ما تشفى تماما، حتى بعد ذلك ممكن ترجع لعملك نعم آي. أيوه طيب يا دكتور ده فيما يخص بالنزيف، وانت وريتني انه العمليات بتتم في امان والاغلبية العظمى بيرجعوا كويسين جدا وكل الاعراض اللي كانت عندهم قبل اجراء العملية بتتحسن جدا ان شاء الله بعد اجراء العملية بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضلكم. كثير من الصداع المزمن او التشنجات اللي بتيجي فجأة، الزول بيجي يمشي راسه لبعيد لحكاية الاورام، بقت في اورام للاسف يا دكتور يعني حالات بتاعت اورام متعددة، يعني جزء منها بيكون خبيث وجزء منها حميد، هل أيوة. اورام الراس بتجيكم كثير؟ اوصف لنا اعراض انواع قبل ما ندخل في العمليه ذات نفسها. ايوه في الاورام بتاعت الراس برضه بتجينا، واحده من الحاجات الكثيره اللي برضه متردده في عيادات جراحات المخ والاعصاب. فهي طبعا مع التطور بتاع التصوير الدماغي الحياة دي بدأت تكتشف. هي طبعا من زمان موجودة لكن الناس ما بتكون مكتشفة لأنه ما في يعني زي الأشعة المقطعية والرنين، الحياة دي طبعا لما جات طبعا جديدة الحياة دي، عشان كده الحياة دي يعني بدأت تكتر، يقول لك يا أخي في أورام كتير وفي حياة كتير، لكن هو الرجل موجودة من زمان نعم. لكن بس الناس لأنه بالمشكلة بتاع التصوير فهي الحاجة دي يعني شوية كانت ما في أيوة. لكن طبعا من أكثر الأعراض بتاعة الأورام كويس اللي هي أكثر حاجة برضو نرجع تاني لأنه نقول الصداع. الصداع ده واحد أساسي من المشاكل اللي بتواجه الناس نعم. يعني برضو الزول لو كان عنده ورم برضو أول حاجة ممكن يحس بها اللي هي الصداع أيوة. في أورام بتجي من البداية بتشنجات يعني عندنا الصداع والتشنجات، وفي ناس بيجوا يعني بمشكلة في العيون يعني نعم. زي مثلا الأورام بتاعة الغدة النخامية لما تكبر الزول بيأثر على عيونه أيوة. كويس. وفي ناس بتجي طوالي بضعف في جانب من الجوانب بتاعت الجسم أيوة نعم. برضه دي كلها من الأعراض بتاعة الأورام اللي بتكون في الدماغ أها. طيب الزول معناته ما نسكت والله، احنا افتكر انه احنا معانا صور مصاحبه دكتور، تعلق لنا على حكايه الاورام دي، عندنا صور مصاحبه دي بتاع الغضروف ايوه. نمشي للبعديه. طيب الاورام ممكن تكون في السلسله الفقريه، ممكن تكون في الراس يا دكتور ايوه. يعني اساسا نوع من اورام من انواع الاورام ايوه، برضه في غاء الجمجمه ايوه كويس. ده
ولد شاب شوف عنده ورم كبير زي ده في منطقه حساسه جدا جدا. نعم اللي هو الورم اللون ابيض دكتور. الورم اللون ابيض الكبير. أيوة الكبير. أيوة كبير. أيوة فعلا داخل. أيوة على حتات زي ده. أيوة مثلا كان الاعراض الجبهه شنو عشان ننبه الناس؟ الاعراض الجبهه اول حاجه زول ده جبهه تشنجات وجبهه انه عينه اليمين عين اليمين دي ما بتشوف كله. يا سلام. ايوه نعم. ايوه وهل هو جمد اخر؟ طبعا جمد اخر من كبد. جمد متاخر. أيوة. ايوه هم دائما نعم. هم دائما المشاكل انه الناس بتجي متاخر ما عندها الوعي بتاع انه مثلا الزول لو جاءوا صداع لو جاءوا تشنجات يمشي يقابل الطبيب. في ناس طبعا بالذات يعني اهلنا برا في الغرف الواحد نعم. ما يقول لك يا اخي ده صداع عادي يبلع عليه وبنيدول يبلع عليه واسبرين بيروح. نعم نعم. يعني ممكن يروح معاه فتره كده بعد ذاك ثاني يجي وبرضه يستحمل وما في مشكله. ايوه نعم. ففي النهايه دي يعني بتكون دي النتيجه يجي باورام كبيره زي دي. ايوه ها. آه. مرات في ناس يعني بيجيبوهم حالتهم مستحسنه جدا جدا. نعم. مرات في ناس بيجيبوهم معاه جيتهم ذاته يتوفوا. يعني ليه؟ لانه يكون الورم كبير وحصل ضغط في الدماغ وزياده في ضغط الراس. يعني حاجات زي دي يعني بنواجه حاجات كثيره جدا جدا يعني بشتى انواع ال ايوه صح يعني بيجوا باعراض مختلفه. اعراض أيوة. مختلفه. نعم. اعراض مختلفه لكن الناس يعني اكثر الناس ما بيهتموا للحاجات دي. نعم أيوة. طيب يا دكتور زي الصوره شفناها هسه انت قلت لي زول شاب كان عنده صداع مزمن وفقد جزء من بصره وجا في متاخر جدا واحنا زي ما شفنا في الصوره الورم كانت مساحته كبيره. ايوه مساحته كبيره. احنا بنناشد كل الناس اللي بيجي صداع مزمن الناس اللي جاتهم تشنجات الناس اللي عندهم اي مشاكل لانه يتوجهوا للطبيب. هو انا افتكر انه حتى لو مثلا ما جاكم طوالي مشوا لناس المخ والاعصاب في في قسم الباطنيه بيتم عمل. ايوه صح. سيتي سكان او يعني اشعه مقطعيه وبعد ذاك بيتم تحويل لكم يعني بيتم التحويل لكم. نعم. طيب يعني هم ناس الاطفال. ايوه ناس الاطفال. أيوة. طيب دعنا نعرف الاورام اكثر منتشره فئه اعمار وهي هل هي اورام حميده او خبيثه وكيف انتم بتعالجوها يا دكتور؟ الاورام ما يعني بصراحة ما عندها يعني أعمار معينة. يعني أسا عندنا في الأطفال عندنا أنواع بتاع أورام بتكون براها في الناس الميدل ايج هو 30 لحد 50 برضو أورام. نعم. والفوق 60 برضو عندهم أنواع بتاعة أورام. أيوة. يعني أي نوع أورام أي نوع ورم عنده عمر معين بيجي فيه. أها آه. نعم بيختلف. أيوة. بيختلف. أيوة. ايوه طيب يلا انتم كيف بتعالجوا الاورام؟ يعني الاورام يعني معظم الاورام احنا يعني بعد ذاك بتعتمد يعني على حسب العمر بتاع الزول. أيوة. وعلى حسب الحته اللي فيها الورم ذاته كويس. واغلب الاورام بيتعالج علاج جراحيا ما دام هي فيها حاجه ضغط على الدماغ فلازم هي الحاجه دي يعني تتشال تزال. تزال. بعد ذلك بتعتمد انه الاورام مرات في ناس بتكون اورام منتشره. يعني جايه مثلا من حتات ثانيه بتكون مثلا في كم حته في الدماغ من ايوه من الثدي من البطن ايوه من البروستات دي بتكون مثلا مرات تكون عندنا كم حته في الدماغ فيها مثلا اورام زي ده مثلا ما بتضطر انه مثلا تشيل خمسه ولا سته اورام بتشيل واحد مثلا تزرعه تشوف النتيجه بتاعته بعد ذاك عشان تديه العلاج اللي جاي ولا الكيميائي المناسب. المناسب. ايوه. نعم. في اورام حميده ما بتحتاج لاجاع او كيميائي وفي اورام خبيثه بتحتاج لعلاج جاي ولا كيميائي. طبعا اكيد انت والمريض بتكونوا سعيدين جدا لو جات النتيجه انه حميد. انه حميد ايوه. بازالته بيكون خلاص تم الشفاء. ايوه. نعم. طيب لو كانت حميده وتمت الازاله هل بتتكرر ترجع تاني ولا بيكون في امان بعد ذاك الايام؟ ممكن ترجع تاني ممكن ترجع تاني لكن بعد فتره من الزمن. بعد فتره من الزمن يعني متابعه يعني زي هسه مثلا لو شفنا معظم الاورام الحميده اكثر حاجه فيها بتجي حاجه اسمها المنينجيوما. ايوه المنينجيوما دي من اكثر الامراض الحميده يسموها يقول لها لحميه. يعني في يعني بعد 14 سنه الريكرنس ريت بتاعها 7% يعني حاجه بسيطه حاجه بسيطه شديد يعني في يعني معظم الناس ما بيجيهم في ناس بيجيهم ايوه في ناس بعد ذلك على حسب الدرجه ذاتها بتاعت في ناس حميده مثلا جريد 1
في حميد مثلا جريتو بينه وبين الخبيث. ايوه. وفي ياهو الجريسيري ده مثلا ده ياهو الخبيث ده مهما تشيله بيجي راجع تاني. بيجي راجع تاني. ايوه. ايوه نعم. طيب يا دكتور، هي الخطوره في وجود الورم داخل الدماغ في انه الدماغ ده ما يعني ما داير اي ضغطه وما داير اي حاجه زياده تدخل عليه وبيجوا بينبه الزول طوال يعني صح؟ ايوه كلامك صح، بينبه الزول. هو اول حاجه زي ما قلت لك انه الصداع، التشنجات، ممكن يجيه استفراغ. ايوه ايوه نعم ايوه. بعدك طبعا بيعتمد على حسب الحته اللي فيها، يعني لو كان مثلا زي جبال اخونا ده قال في الغرفه الخلفيه بتاعت الدماغ، يعني الاورام الزي دي طوال الزول بتلقيه بيجي بمشكله بالحركه. ايوه اهم حاجه بقول له زي الحركه بتاعت الزول يكون شارب الكحول. أيوة. ايوه بترنح، وممكن رجلينه يجيف وما يقدر يمشي، ممكن يجيه استفراغ، علامات بتاعت استزغه، زياده في ضغط الراس اللي هي ما يشوف كويس يعني، وصداع شديد واستفراغ، وممكن يخش طوال في غيبوبه. ايوه دي برضه دي كلها من العلامات، ومن يعني على حسب الحته هو ذات الورم اللي بيكون موجود فيها. يعني بيديكم مؤشر يعني من العلامات بتعرف الورم. أيوة الورم فيها حته. أيوة وانا بفتكر كمان انه يعني الاورام بتاعت المخ والاعصاب بتفرق من الاورام الثانيه، في انه الاورام الثانيه يعني ممكن تكبر لدرجه بعيده والزول ما ينتبه لها، لكن حق المخ والاعصاب لانه الحيز ضيق فبتتكسر. الحيز ضيق على الرغم انه الحيز ضيق، عندنا ناس بيجي باورام كبيره خلاص. يا سلام. يعني زول تلقيه سبحان الله برضه ماشي وعنده شايل له ورم كبير جدا جدا في راسه. يا سلام. يكون قاعد بيه الفتره الطويله دي كلها، ما يكون جاء الا لانه مثلا خلاص بقى ما قادر يمشي، بقى تجيه تشنجات كثيره. هالحياة زي دي. ايوه نعم نعم. احنا ذاتنا بنستهين بكثير من الاعراض حقيقه، فان اي عرض احنا بنشوفه في ناس حوالينا، في اطفالنا لا قدر الله، في نفسنا، في كده، ده دلاله انه وراه حاجه، يعني الصداع المزمن وراه حاجه، التشنجات دي وراها حاجه، فاحنا ما نسكت لانه اي تاخير بيكون في مشكله يعني. طيب يا أيوة. دكتور، بعد ما يتم ازاله الورم بعد ده بيتم التناسق بينكم وبين ناس المخ سوري بين الاورام، ناس علاج الاورام ياخذوا. أيوة. العلاج ياخذ العلاج الاشعاعي والكيمياء على حسب. نعم. النتيجه بتاعت العينه. نعم ايوه نعم. طيب في حوادث بتكون كثيره وفي استهتار حقيقه كثير من الشباب بسواقه العربيه، ما في سرعه محدده للسواقه، في بيهيفير كده بقت يعني تسهر بصوره فظيعه جدا حتى في شوارع معروفه زي شارع النيل وغيره، بيكون نهايتها نوع من الحوادث عنيف جدا جدا، واكثر حته بتكون معرضه للاصابه اللي هي الدماغ الراس. أيوة. بيحصل شنو في الاصابات اللي بتجيكم؟ ورينا مدى خطورة الحاجة دي يا دكتور. الإصابات بتاعت الدماغ طبعا برضو هي كثيرة وبتتقسم، يعني بنقسمها لأنه إصابة بسيطة وإصابة متوسطة وإصابة شديدة. نعم. أي طبعا كل ما كانت الدرجة بتاعت الضربة والإصابة شديدة، كل ما ده بعدين بيأثر لنا على أنه المعدل بتاع الزول ده أنه يبقى كويس. أيوة نعم. أي فبرضه مع الاصابات دي بكون يعني مصاحبه انه نزيف في الدماغ وكدمات، مرات كدمات في الدماغ وكسور في الدماغ. برضه الحاجه دي برضه بتعتمد على حسب الضربه، يعني الضربه كل ما كانت قويه بتعمل تلف كبير في الدماغ. أيوة. ومعدل الشفاء بيكون بسيط جدا بيكون بسيط. نعم. ايوه يعني بالذات في المتوسطه يعني للشديدة المعدل بتاع الضرر ممكن يصل تقريبا يعني لحد 70 ل 80%. تلف كبير شديد. ايوه وفي نعم. ناس في ناس يعني بيتوفوا يعني بعد حتى بعد تبدلية والعلاج واموره شوية تتحسن، برضو بتلقي في حاجة اسمها نعم. اللي هي برايمري برين انسلت وسكندري برين انسلت، يعني هو انه يعني الاثار بتاع الضربه الاوليه والمفاعلات الثانيه ممكن تحصل من اثار الضربه شو. أيوة. يعني بجد واحده برضه من المشاكل الكثيره اللي بتواجهنا اللي هي الاصابات بتاعت الراس. نعم. وفي ناس بتحصل لهم اصابات الناس اللي بيسوقوا المواتر. والله يا دكتور يعني انا كل ما اشوف زول سايق موتر والله قلبي بيكون في يدي، لان زول كده كله كده بيكون معرض أيوة. للشارع وللعربات وللحوادث. أيوة. ولغير ربنا يحفظهم. أيوة. ان شاء الله يا رب. أيوة. العالمين. كلام صح، دائما ضربات المواتر بتكون ضربات شديده. ايوه بتكون عندهم الضربات الشديده بتاعت الدماغ، فهي طبعا يعني هو زي ما قلت لك يعني بتعتمد على حسب الضربه وتاثيرها للدماغ. في حتات حساسه في الدماغ بيتاثر من اثار الضربه، والعيان ممكن يشفى ويبقى كويس، لكن
ما يقدر مثلا يبقى زي يرجع زي زمان يتكلم ويتحرك ويمشي صح صح ويقعد وياكل. وفي ناس وفي ناس الضربات بتاعتها بتكون بسيطه وكسور بسيطه ممكن هو يعني يزاول حياته العاديه عادي ما بكون في مشكله. نعم أيوة. دكتور والله انتوا يعني شغلكم ما هين وجراحة المخ والاعصاب اصلا ما هينة. عضو حساس جدا، اي تلف فيه مشكله، الخلايا بيحصل لها تلف ما بترجع ثاني. فاحنا والله يعني انا بس الوصايا لكل اللي بيسمعونا، انا داير اقول لدكتور احمد من اللي استفدناه ومنك اللي استفدنا كثير، في انه احنا ما نستهون بالاعراض البسيطه زي الصداع ومشكله في النظر او الاستفراغ. ايوه الاستفراغ زي ما قال دكتور احمد، وجود حاله او مرتين جاء وسرع او جات تشنجات، ما نستهون بالحاجه دي. يا ريت نمشي نتوجه توالي لطبيب المخ والاعصاب في قسم الباطنيه او الجراحه، بيكتشفوا لنا الحاصل شنو، بيطمنونا. الحاجه الثانيه انه الحوادث زي ما قال دكتور احمد بتكون حوادث ممكن تصل لدرجه عنيفه او درجه شديده، ويحصل تلف 70% من الدماغ والتلف لا يعود. فيا ريت انه احنا نكون نهدي السرعه في السواقه، والناس اللي بالسوق مواتر تلبس الحاجات الحمايه حقتها تمشي بسرعه بسيطه. شكرا لك دكتور احمد، كلمه اخيره لكل اللي بيسمعوك. شكرا جزيلا وشكرا لكم، شكرا لكم كثير على الحلقة لاستضافتي، وشكرا للمستمعين كلهم. شكرا لك دكتور أحمد، شكرا لكل اللي تتابعونا. إن شاء الله إحنا دائما نلقاكم في صحة وفي عافية، وإن شاء الله نكون بنتكلم من أجل الوقاية فقط، تكون ما في أمراض بإذن الله. شكرا لكل اللي تتابعونا، والأسبوع الجاي معنا طبيب جديد ومعنا موضوع جديد، وفي أمان الله.